بالتزامن مع حضور الوزراء إلى قصر بعبدة للمشاركة في الجلسة المخصصة للبحث في قانون انتخاب، نظم برلمان لكل البلد وقفة احتجاجية على الطريق المؤدية للقصر، وذلك لتذكير حكومة استعادة الثقة بوعدها إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد وبقانون عصري يلحظ جميع الإصلاحات الضرورية. فالمطلوب اليوم من هذه الطبقة السياسية أن تقر قانون انتخاب إصلاحي، أن تحدد موعداً للانتخابات في أسرع وقت ممكن، لأن كل يوم من المماطلة والتسويف هو دق مسمار جديد في نعش هذه الجمهورية. نحن جايين نقول أنه أولوية هذه الحكومة كان مفروض تكون قانون انتخاب. شفنا أنه عملت كتير إشياء وما عملت قانون انتخاب. نحن جايين هون تنذكر أنه هذا الشيء كتير مهم للشعب اللبناني بأكمله. مش ممكن هن يضلوا يأجلوا ويكذبوا على الناس ويحطوا أولويات تانية ويعملوا صفقات ونحن ناطرين أنه يصير في قانون، لأنه بالنهاية نحن مش عاطينهم ثقة. اليوم هن غير شرعيين، عندهم شرعية وحده بس ليعملوا قانون انتخاب لنعمل انتخابات وليجوا عالم جديد هنا يستلموا هذا البلد. وعدد الناشطون المخالفات الدستورية، منها عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، عدم تأليف هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية، عدم إقرار ميزانية للانتخابات، وعدم إقرار قانون انتخاب قبل 6 أشهر كحد أقصى من موعد الانتخابات، وهذا ما ينذر بتمديد ثالث ينتهك حق محاسبة الطبقات السياسية عبر انتخابات ديمقراطية.